ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وعلى آله وأصحابه الكرام البررة الأطهار ومن اقتفى أثرهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في جميع أموركم، فتقوى الله ملتجأ عند البلاء وسلوان عند الهموم والرزايا، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. عباد الله، يقول الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلذغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو رأيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله يكون عند بعضهم شيء،
فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لُدِغ، وسعينا له بكل شيء فلم ينفعه شيء، فهل عندكم من شيء ينفع؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين. فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به من علة. قال: فأدوهم حقهم، أي جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر له الذي كان، فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية، أي وما يدريك أن فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين أنها رقية؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. متفق عليه. عباد الله، الرقية الشرعية باب من أبواب الخير والنفع، بل باب من أبواب البركة والرحمة الإلهية. الرقية تطلق ويراد بها العلاج والتداوي بالقرآن الكريم والأدعية الصحيحة النبوية. الرقية الشرعية غفل عنها كثير من المؤمنين، نعم غفل عنها وتناساها كثير من أهل الإسلام، غفلنا عنها وتناسيناها، حتى إنك لتجد الرجل يصاب بالأسقام ويعاني أهله الأوجاع الأيام والليالي وهو لا يطرق هذا الباب المبارك. والله جل وعلا يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام قال: بسم الله يبريك من كل داء يشفيك. رواه مسلم. فقوله: ومن كل داء يشفيك، دليل على شمولية الرقية لجميع الأمراض العضوية والنفسية. يقول ابن القيم رحمه الله: القرآن هو الشفاء التام لجميع الأدواء القلبية والبدنية، بل وأدواء الدنيا والآخرة. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو أنزل على الجبال لو نزل على الجبال لصدعها، أو على الأرض لقطعها. عباد الله، الاستشفاء بالرقية الشرعية ليس دروشة، وليس خاصا بالبسطاء والمساكين، بل هو هداية ربانية وعبادة يأخذ بها كل عبد يؤمن بالله واليوم الآخر. فأكمل الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، أكمل الخلق إيمانا ودينا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد رقى نفسه. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد عليه وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها. متفق عليه. وقد رقى صلى الله عليه وسلم غيره، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضاً أو أتي به قال: أذهب البأس، رب الناس اشف أنت الشافي شفاءً لا يغادر سقماً. متفق عليه. عباد الله، وليس معنى العمل بالرقية هو ترك التداوي والاستشفاء بالأدوية الطبية، فليس ذلك من الرشد، ولكن الشأن هو الجمع بينهما والانتفاع بالأمرين، فلا تعارض بينهما،
بل كل مشروع مطلوب، فلا تعتقد أن أي دواء ينفع بنفسه ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. وما من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. أسأل الله أن يشفي كل مريض، وأن يعافي كل مبتلى، وأن يرزقنا وإياكم السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد عباد الله، فثمة مخالفات وأخطاء تقع من بعض الرقاة هداهم الله، ولا بد أن تكون على وعي بها، ولا بد أن نكون على وعي بها والتحذير منها. فمن ذلك المبالغة بأخذ الأموال التي يأخذونها من المرضى، سواء كان للقراءة أو لما يبيعونه من زيت وغيره، وذلك يثقل كثيرًا من المرضى الذين لا يستطيعون دفع هذه الأموال. فليتقوا الله وليحتسبوا من عند ربهم جل وعلا. ومن الأخطاء التي يقع بها بعض الرقاة الضرب المبرح للمريض واستخدام أدوات من ذلك كالعصي والكي بالكهرباء، وذلك لا يجوز، فعليه أن يرقي بالرقية الشرعية دون الإتيان لمثل هذه الأدوات. ومنها اقتصار البعض على إسماع المريض آيات الرقية من طريق شريط مسجل أو من طريق الهاتف أو دون القراءة مباشرة، وذلك لم يكن قارئا، إنما كان سامعا لهذه القراءة. وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بأن الرقية لا بد أن تكون على المريض مباشرة، ولا تكون بواسطة مكبرات صوت ولا بواسطة الهاتف. ومن أشد الأخطاء التي تحصل من بعض الرقاة الخلوة بالمرأة الأجنبية ومس شيء من جسدها بأية صفة كانت. فليتق الله أولئك، فلا بد أن تكون المرأة معها وليها إن كان الراقي يريد أن يقرأ عليها ولا يستقبلها بذاتها، وكذلك لا يمس شيئا من جسدها. وبعض الرقاة يتحجج بما يفعله الأطباء، والطبيب يباشر العلاج بنفسه لأنه يعلم موقع المرض عبر الأشعة وغيرها، أما الراقي فهو يرقي ولا يعلم موقع المرض، إنما يقرأ على هذا المريض، والله سبحانه وتعالى هو من يتولى الشفاء. ومن الأخطاء عباد الله التعامل مع الجن في فك السحر وذلك أو علاج المسحور. ومن طوام بعض الرقاة التعامل معهم، وذلك لا يجوز بحال من الأحوال. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: وأما اللجوء إلى الجن فلا، لأنه وسيلة إلى عبادتهم وتصديقهم، لأن في الجن من هو كافر ومن هو مسلم ومن هو مبتدع، ولا تعرف أيها الراقي أحوالهم، فلا ينبغي الاعتماد عليهم. ولا يسألون، وقد ذم الله المشركين بقوله: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ولا يجوز الاستعانة بهم،
والرقاة الذين يستعينون بالسحرة والمشعوذين لا يجوز الذهاب إليهم بحال من الأحوال ولا تصديقهم ولا التعامل معهم. ومن أتى السحرة وصدقهم بما يقولون من علم الغيب فقد كفر، فليتق الله أولئك فليتقوا الله عز وجل بأولئك، ليتق الله الرقاة بأولئك المرضى الذين جاءوهم من حاجة، فليدلوهم على خير وليعينوهم على أن يقرؤوهم على أنفسهم. وخلاصة القول عباد الله أن الرقية لا تكون إلا عند أناس معروفين في علمهم وعقيدتهم وأمانتهم ومنشأهم، فلتكن من هذا الأمر على حذر فلتكن من هذا الأمر على حذر وعلم عباد الله. وبعض الناس لا يتقي الله في أولئك المرضى، بل يتكلم جزافا أن من أعانك فلان، أن من عانك فلان، أصابك بالعين هو فلان، أو من دس لك السحر هو فلان، وهو يتخبط في قوله فيحدث خلافا في الأسر وبين الناس. فليتق الله أولئك، ولا يتكلمون بما يلقيه عليهم أولئك المتوهمون أو من يستعينون بالجن، فليتقوا الله عز وجل وليقولوا قولا سديدا وليصلحوا ولا يفسدوا، وليقرأوا كما أمرهم الله عز وجل وأمرهم رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتحملوا أوزار الآخرين عباد الله. بقي الإشارة إلى كيف يرقي المسلم نفسه أو غيره، فلعل الله عز وجل أن ييسر الحديث عنها في جمعة قادمة بحوله وقوته. اللهم اشف من أتعبه مرضه وتأخر شفاؤه وكثرت أدواؤه، اللهم أنزل عليهم شفاء من عندك يا سميع الدعاء، اللهم أنزل عليهم شفاء من عندك يا سميع الدعاء، اللهم أنزل عليهم شفاء من عندك يا سميع الدعاء. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. ثم اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ومن سار على دربهم وسلك طريقتهم إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأزواجنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، انصر به دينك وأعلي به كلمتك، واجعلنا وإياه وولي عهده من عبادك وأوليائك المقربين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، سحا نافعا غير ضار، تسقي به البلاد وتجعله اللهم بلاغا للحاضر والباد. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث القلوب بطاعتك، وأغث البلاد بفضلك يا سميع الدعاء. أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من بركات الأرض، واجعلنا لك شاكرين ذاكرين مثنين لنعمك، قابليها وأتمها علينا يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واغفر لنا وارحمنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا.
اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم لا ترد أيدينا صفرا يا سميع الدعاء، استجب دعاءنا واغفر لنا وارحمنا، إنك على كل شيء قدير. أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.